اليوم مع بريكوما غنشوفوا مراحل تطبيق مظهر الخشب. غير خصنا ضروري هذا الماتيريال باش نبداو الخدمه ديالنا. المرحله الاولى هي كنعتمدوا على المات، كنزيدوا فيه شويه ديال ليسونس ونتانتيو بلا كريم. من بعد كنخلطوا مزيان ونبداو بالسكوش الاولى ديالنا بهذه الطريقه اللي كاتبه لكم في الفيديو. هاد مظهر الخشب كيخدم على الخشب والقبص والحديد. من بعد 6 ديال الساعات كندوزوا للمرحله الثانيه اللي هي تطبيق مظهر الخشب اللي كيتقسم على جوج ديال الكوش. الكوش الاولى كنديروا مظهر الخشب ومعاه شويه ديال ليسونس وكنبداو نطبقوها بهذه الطريقه. من بعد 24 ساعة كندوزو الكوش الاخرى بحيث اننا كنعاودو نطبقو مظهر الخشب باش نحصلو على هاد النتيجة الرائعة. بريكوما ديما قريبة منكم. بريكوما tout pour tout faire.